مساء الخير كمان معكم وبشكل حصري على ام تي في مع منافسات سيدر فايتنج تشامبيونشيب من البلاتيا. نتابع سوا مواجهات قويه جدا ان كان بفئه الهوايات اللي عم بتكون عن جد مواجهات بمستوى كتير عالي، وتفاجأنا صراحة بهالمستوى الكبير لفايترز عم بيخوضوا لأول مرة مواجهات داخل الكيج، فرجونا مستوى كتير عالي بمختلف الأوزان. اليوم رح نتابع كمان مواجهات جديدة بكافة الفئات، وأكيد كل التوفيق لأبطالنا اللبنانيين. Introducing first, fighting out of the blue corner, weighing in at 52 kilos from Lebanon, Manuel. البلاتيا واكيد مواجهه جديده بالسي اف سي تور رح نتابعها هالمره عماد، لاول مره مواجهات عند السيدات، هيدي سابقه بالسي اف سي 1 اكيد ما شفنا سيدات، بالسي اف سي 2 عم نشوف سيدات. مانويلا معلوف من لبنان بمواجهه جانا كرم كمان من لبنان، جانا من النوك اوت كمان مانويلا اثنيناتهم اول مره اثنين عندنا مانويلا الباك جراوند تبعها كونغ فو ساندا اوكي وجانا وجانا باك جراوند تبعها انا ماي والله انا بتفاجئ بهالبدايه يعني بفكر السيدات بقولوا الجنس اللطيف بفكر السيدات بيلعبوا شو رواء لا طلع في اجريسيفيتي الاداء كثير اجريسيف اكثر من الرجال 100% اوف 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 هيدي كيك مأزية كثير من جانا برافو هاي كيك حلوه كثير كمان بتحاول ترد عليها
اوف اوف كانت مأزية. اللعيبة جانا عم تتركها. مأزية كثير كانت. بعد 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 لعيبة جانا كانوا كثير اكيوريت عم تكون بضرباتها. مش معقول. كمان كمان بإجريها بركابها. كنترول رهيب من اللعبه يعني كرم. بعتقد حيخلص الفايت بنوك اوت هيك شايف او الحكم حيوقفها يعني. مش معقول لانه كانت كثير كثير مانويلا ما شيز نوت فايتنج باك يعني. عم بيقول لها هون المدرب ممنوع توقف الا ما يقول لك الحكم. بتحس انه خايف عليها يعني. مش معقول. جانا عم تكون كثير نايس مع مانويلا. شفتها تأذت زحت عنا. هذا شيء ممنوع بالأمام. هذا شيء عم تاخذ ريسك يعني ما حدا بيعرف شو بيصير. أحو بيترت بالهجوم رجعت عطتها جانس 100% عطتها جانس جديد بس عم ترجع مرة جديدة كمان بالمبادرة. عم بتقاتل مانويلا يعني. مش معقول مش معقول يعني. هلا جانا اللي بتستفيد منها وتنهي الفايت. خلص مبين من الأول إنه أحسن منها 100% كمان هون عم جرب خلص فايتها بأرم بار. طب مش الحلو nice. كثير فايت nice. كثير حلو اداء رائع من جانا كرم عن جد سيطرة عم نشوف سيطرة بالسترايكينج سيطرة بالجوجيتسو حلو كثير شو الاداء العالي يا جانا كرم نوك اوت يعني مستمر اليوم بالربح يعني برافو الف مبروك لجانا كرم اللي فازت بضربة قاضية على مانويلا مالوف سبمشن
Let's hear it for Roland Yakubian. No mercy, no mercy, no mercy, and I won't back down. No mercy, no mercy, no mercy, and I won't back down. Let's talk some sports, baby. I know my sports, baby. From the field to ring, the octagon to the court, baby. The new kids on the block, over here at Fox, dominating the debate. Now they take a second take. Oh, hold up, wait, it's time to skip all the other stuff. It's shot and sharp, Peter Sharpers, that's why he cutting up. You don't know Skip Bayless Rock, you've been under one. شوية تنشن بين اللعيبة، اي كونتاكت، مأزي شوية. شكلها حتكون جيم كتير حلوة وسريعة. وزن 57 كيلو يعني وزن الريشة. كنا شفناه لرولان يعقوبيان بالسي اف سي 1. عم نرجع نشوفه بالسي اف سي 2، عم يبادر بالهجوم سريعا على اللاعب السوري عبد الرؤوف الخليف. 100% بده يعمل كومباك شكله. ريكوردز قد ايه كنت عم تقول لي؟ 3-1 رولان وخليف 1-0. برافو، ريكورد منيح لرولان. الخساره الوحيده كانت بالسي اف سي 1 بتصور للاسف. 100% ان شاء الله يفوز اليوم رولان. برافو، تيك داون كثير حلو، التايمينج تبعه كثير حلو، مش معقول السرعه بالوزن الخفيف. 100% رولان عم بيلعب من ترايسر جيم ليبانون. عم نشوف على الكورنر تبعهم كوتش وسام ابي نادر وكوتش ريكاردو ارباز، وعلى الكورنر تبع عبد الرؤوف خليفة فريق بايثونز مع كوتش دوري. كنترول كتير حلو من اللاعب، بيحاولينهم بسرعة بإجره، عم بيستعمل إجره هون ولقته برقبته، ما بعرف قديه رح يضاين هون. اللاعب السوري عم بيحاول يقوم، رجع قام بس بعدها هي سنابينج هيم داون، مش عم بيقدر. إجراء قوية للاعب السوري. 100% برافو. كمان عم بيستفيد من تعليمات جورج عيد للاسف، اللي ما راح نشوفه اليوم بالبيج شوت بالفايت الاساسيه كان ناطرينه بسبب اصابه بايده. رولان كذا مره ربحان بطولة لبنان بالجوجيتسو، تنشوف شو حيقدر يعملنا. عم بجرب يركب ترينجل تشوك، انا هيك شايفها صراحه، هنشوف اذا حتنجح معه. الوقت رح يلعب لصالحه كمان، ترينجل تشوك. لاحظ كمان باجراء قتلوا راسه ترينجل تشوك للاعب السوري. برافو، عم بيقدر تاب سريع كثير. برافو برافو، سبمشن حلوه كثير للاعب رولان يعقوبيان، كثير حلوه حلوه كثير. بيقدر هنا يفايته من اول جوله، حلوه كثير ترينجل تشوك، كثير حلوه وكثير ديب. بيتقدم تاثيره كوره 4-1، كثير حلوه من رولان. كومباك حلوه كثير يعني. And the winner by submission.
مبروك لتراي ستار جيم، لكوتش وصال ابي نادر، لرولان كمان انتصار جديد اليوم، نوك اوت وتراي ستار مبيضين على الاخر مسيطرين. رح تكون مواجهة حلوة أكيد لأنه ناديين من الأبرز على الساحة اللبنانية. جد عكش بالزاوية الزرقاء جاي من خسارة بالسي اف سي 1 وجوني خوري ربحان أول فايت له بالسي اف سي 1 كمان. تنشوف
الأداء اللي حيعملوا اليوم. أوب 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 أوب. جد هجوم سريع على جوني. كل ما هو تلاعب جد عكش. يمكن هي سريعة على الفايت. هنشوف. عم تشوف كمان كمان كابس. مش معقول مش معقول. حكم فيه منيح. مزبوط. للاعب جوني. جوني لازم يقوم لازم يقوم لازم يلاقي طريقة. صعب كتير عليه بعرف. بس منه حابب أكيد. جد هالفايت هلا. حكم فيه يعني فول ماوث. اف 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 اف. وجوني خوري ما عم بدافع عن حاله يعني. او وقعت الماوث جارد وقعت الماوث جارد. لازم الحكم يوقف الفايت تيرجع يرد الماوث جارد لجوني. كمان كمان كمان. جوني لازم يعمل شيء. كان سريعه منه. حرام غلطه من جوني يعني غلطه صغيره. كمان طارت الماوث جارد مره جديده. هنشوف بعتقد اذا بعد مره به المباراه. سريعه كثير كانت لجاد عكاش. مبروك لجاد. غلطة صغيرة يعني غلطة صغيرة يا جاد. حرام دعانا يا جوني. كومباك حلوة بس كومباك حلوة لجاد. أكيد أكيد برافو جوني. لاعب كبير ما بدنا ننسى. هيدا أول اختار لجاد. صحيح. برافو برافو برافو. عم تشوف هون كمان كيف قدر وقع. وهيدي هي الغلطة الوحيدة اللي عملها عن جد يعني. جوني لو ما لقطته اجره جد كان بعد عم نحضر المباراة لهلا. خلص فول ماونت مرتاح عليه. ما عم بيقدر يقوم. كان مظبوط جوني مثل ما عم تشوف. لكمان ورا بعضها ورا بعضها. كان بدل ما يدافع عم بجرب هو يعمل اتاك من تحت. صح. محمد الطنطاوي من مصر كمان بطل عنده ريكورد مهم. عنده ريكورد 4-1 4-1 من مصر. بده يلعب ضد مارك تونيس من لبنان. ريكورد بروفيشنال ريكورد 5-2. هذا اللقاء رح يكون لقاء العمالقه. رح يكون على البيلت الهيفي تشامبيون شيب. ما شايفين عنده بعتقد الريتش ادفانتج رح يكون على مارك بالنسبه لطوله. بلا يكون عنده الريتش ادفانتج. لكن هلا بيلت تايتل في حزام رح ياخذ الفايز. حزام السي اف سي 2 ما انا اصحى. سي اف سي 2 رح يكون على على البيلت على حزام على البيلت. الوزن الثقيل. بس كلنا سعد مارك. اكيد اكيد مارك من الاشخاص المميزين بلبنان على الوزن الثقيل. انا سعد كثير كبير بمارك. وكمان هو يعني
حظنا في حسين وان شاء الله بفرجينا هذه الثقة وبيعطينا اياها اكثر من زور كمان. يلا مارك. مارك عم يتقدم على الستيج مع الكوتش وسام بن كمان بنشوف ويلدو لامارك معه وفايد معه على الكيج. بعتقد هذا لحاله رح يكون معنويات كثير عاليه. هذا لحاله دائما يعني بايو لامارك مرافقه بكل فايت بيعطي المعنويات وان شاء الله هالمره مثل دائما يعني يفرجينا مارك لاعب حلو هذا بايو لامارك ويربح مثل العادي. جورج عطول بالاوزان الثقيله بقول دونت بليك ما تغمض عيونك لانه ما بتعرف انت بيخلص الفايت. ايه مزبوط 100% لانه وزن ثقيل معروف يعني ما بتعرف اي ساعه بتاكل بوكس ثقيل كثير ثقيل يعني وبنزلك يعني معروفين بيكونوا شوي اقوى من غيرهم صحيح بس الدمج اعلى بكثير من غيرهم فبترمي الاتيه بكل شيء عم تعمل فوت كومبينيشن تبعك شو ما كنت عم تعمل بس بضلوا عيونك كثير فتحين كثير فوكس كثير مركز على الفايتر ودائما بالهيفي ويت تقريبا اكثريه الاوقات بشوف شمال يمين من هول الجايين من كثير ثقال اذا ما كنت شايفهم بهزوك بنزلوك يعني مارك باين عليه كثير فوكس لهذا الفايت. ايه انا مثل ما شايف يعني مارك جاي من عم اقول لك من فايت برا ما توفق فيه فاكيد هذا الفايت بده يرد حقه ويرجع يفرجي مين مارك طانا. انا بشوف مارك صراحه انسان بيتحضر بروفيشنال بيتحضر كثير يعني بيتحضر مثل ما نحن بنتحضر صبح ظهر عشيه عنده فايت كثير حلو عنده ستيل كثير حلو بقلب التمرين من ألذ اشخاص ممكن تتمرن معهم لانه كثير كثير بقول لك انه على كل ضربه انه بينتبه عليها ما بيأذيك لانه هو هيفي ويت انسان كثير بروفيشنال وانا بتمنى له الخير وبلش هلا الفايت تشارج جلوفز انطاوي فرق طول لصالح اللاعب المصري انطاوي عم بدس النبض بعتقد كيج زحط مع مارك دي كلين شوت اوه لفت هوك كثير حلو من مارك ترقب كبير اكيد هلا لازم مارك نشوف حذر كثير كبير من الخصمين من مارك ومن طنطاوي ما في مزح يعني هافي شوتس يعني 120 كيلو عم تحكوا لايك كيك كثير قوية من مارك طنطاوي الرين كلها عم بتهز اوزانهم للابطال كثير هجومي وعم بيتلقى ضربات ما لازم يكلها يعني فهجومته ما عم بتفيده بشيء عم بياكل الضربات يعني بس انه عم بفرج حاله اجريسيف مارك لازم يتحرك اكثر شوي صغيره ويستعمل ايديه لانه عم بيفتح نايس تشيك بانش لازم يركز اكثر بوكسينج اكثر ولازم يستعمل ابركت تبعه مارك يعني يفيك يعمل فيك ويرجع يستعمل الابركت تبعه عم نشوف مارك قد ايه اكيوريت عم بيكون بالبانشز تبعه ايوه عم بخلوا اللاعب المصري يكون متردد شوي عم بعد له العشرة قبل ما يرجع يفوت عليه لمارك عم نلاحظ مارك عم بيعمل كثير كاونترينج للكيكس 100% مع كل كيك عم بيكون في ايد يمين من مارك يعني مثل ما بلش الفايت بلش اجريسيف طنطاوي هلا بتشوفه رايق شوي رايق شوي لانه شاف الدمج عم بياكلهم عم بشغل الجاب جاب كثير حلو من مارك هلا لازم مارك يطلع هوك شمال او اوفر هوك يمين طنطاوي كونكتس مع شمال يمين اوه مارك بسيبه اوفر هاند طنطاوي عم بجرب يعمل اب كيك مارك عم بينزل على السايد كنترول مارك هلا عم ياخذ سايد كنترول كثير حلو من مارك ثقيل كثير يعني اكيد هذا الوزن لحاله بخليك تتعب بدون ما تعمل شيء ماركون لازم يجرب يشتغل على كروسيفكس
اقل شيء او يجرب يعمل جراوند باد يكون في دامج قد ما فيه. هلا لازم مثل ما شاف مارك لازم يحط ايده على ركبته اللي مسكر عليها كرمال يطلع ني اون ذا بالي. مارك عم فتش على امريكانك يعني. هلا مثل ما مبين عنا عم بياخذ كيمورا عم تبع المباراة على الواقف مرة الحماس كبير اكيد يعني التفاعل اكبر عم بيكون لنشوف الرينج بشكل اوضح. مارك لازم يكون بزي اكثر شوي مشان الحكم ما يوقفهم بهذا البوزيشن. شورت البوز من مارك كثير حلوين عم بيعمل البوز بعدين كرمال يوقعوا للامريكان. مارك بيروح للنورث ساوث اوكي طنطاوي بيطلع منها. مارك بده ينتبه من الاب كيك صانع لانه قريب كثير وطنطاوي عنده اجراء كثير طوال. الحكم بيوقفهم. بعتقد مارك عم بيفرض البيس تبعه بالجيم عم بيقدر يفرض البيس تبعه بالجيم كنترولينج ذا سنتر اوف ذا كيج عم بيخلي اللاعب المصري يرجع لورا عم بيزبكوا بالكيج. اكيد كيج كنترول هون لمارك. مارك عم بيعمل كونتر كثير حلو. يلا مارك حلو كثير من مارك. كيج كنترول طنطاوي كان عم بجرب يعمل تريب هون ما زبط معه. باري شوتس كثير قوية ني كثير حلوة. طنطاوي بيلعب لانس جود رايت هاند. مارك هلا عم بيكون هو الهجومي اكثر عم بيكون اجريسيف بالفايت بيكون هو الدومينيتنج للرينج حتى صحيح عم بيشتغل كل شيء انه هو المسيطر عم بيخلي طنطاوي عزاوية دائما صحيح. فهيدي شغلة كتير مهمة هيدي شغلة انه بتخلي الفايتر اللي عم بيرجع انه عشر سوانة يكون في كتير سترس عليه فارد حاله مارك فارد حاله مية بالمية حلو 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 آخر سنة كان لازم كتير حلو من مارك خلصت خلصت أول جولة فيها جدل بعتقد للاعب مارك تانيو ثاني أكيد أول جولة لمارك كان في ناك مارك شمال يمين كان في جراند كنترول وجراند امباوند كتير حلو جورج بعتقد طنطاوي حس بالضغط تبع مارك شوي فعم يتردد هلا صار عم يرجع لورا. اول جوله جبتها كان كثير هدايا مثل ما شفت مثل ما شفت انه فات اول 10 ثواني بده يفرط حاله شاف مارك انسان كثير صلب بوجهه وعم بوت البوكسينج مزبوط اذا كانوا عم يشتغلوا مزبوط لمارك كان كل ما يفوت من طاوله عم بجمده بالبوكسينج تبعه مارك وجمد طول الجيم رجع قلبه مارك عليه وصار مارك دومينيتنج بقلب الكيج جوا ومسيطر على كل جوله وهيدي شغله كثير منيحه. هلا لازم كمان يفوت مارك بالذات النفسيه ذات الشيء يشتغل بفوكس بس يشتغل اكثر لانه ايده لشنطاوي الشمال مثل ما عم نشوف دائما واطي اذا بيطلع اوفر هوك لايك تجي صايبه 100% وهي لازم يطلع ويشوفها بقبل فايت واكثر من هيك كثير برافو عم يشتغل كثير منيح. عم نشوف هون بعض اللقطات الحلوه من الراوند 1 اذا هلا يمكن نقاطا مارك افضل مارك لحد هلا رب فايز الجوله اكيد بعتقد انا ربحها 10 9 او حتى يمكن 10 8 هون اللاعب المصري كان باجراء عم يحاول يبعده لمارك بس نجح من بعدها. هون الجولة الثانية رح تبدا مع مارك يلا راوند 2 طنطاوي طنطاوي ايده الشمال مثل ما قال جورج كثير واطية يعني انا مثل ما بشوفه صراحه اذا عم شوف ايدي كثير واطيه بوت ليفرج بنزل بادي شوت بطلع اوفر هوك رايت بعتقد حتصيب مثل ما انا بشوف مثل ما بشوف خبرتي مثل فخره شو بتقول مثل أكيد ما اكيد انا هون اذا بيعمل فيك للجاب على المعده وبعدين بيطلع اوفر رايت هاند اكيد بتصيب 100% فان شاء الله يعملها ان شاء الله يشوفها نتمنى يعني هيدا الشيء. هلا بلش طنطاوي حس نايس جاب مارك عم بلاقي الجاب عم بلاقي البيت للجاب بكل مره عم بكبه
سايد بانشز تبع مارك عم بيكونوا كثير اكيوريت، عم بيضايقوه كثير للاعب المصري. بعتقد مارك حيلهي شوي باللو كيك تبعه، يرجع يعلي ليفرج لفوق يفوت عليه هاي كيك، شيء ليفت هاي كيك او رايت هاي كيك. مارك معروف فيه هودا. نايس كيك. هدول يمكن ما يبينوا كثير بس من بعد 3-4 ما بتبلش تحس فيهم 100%. وبكره اكثر شيء بتحس فيهم اكيد. طاوع عم بجرب يلاقي محل هيدا اليمين طويله. Very nice. Low kick حلو كتير. Low kick طبعا أنا بقول بعد اثنين مثله ببطل فيه يعمل. عم بيركض بالكيج. عشان الجيب لازم يطلع عليه. عم بيحاول يعمل full mount هون side mount. Side mount. Half guard. أخذ half guard مارك. هون أخذ half guard. بدوي. لازم هون مارك يا أما يجرب يعمل pass the guard أو يعمل posture up يعلى صدره ويعمل ground pound. راسه مزروق فيها على الكيج يعني بوزيشن كثير سئيله. بوزيشن كثير سئيله مثل ما انك شايف عم يضرب بادي شوت مارك هلا كرمال يلهي ف ان شاء الله ما يكبش. بعد هون كمان حكم سمح له سريع شوي بتشوف الفايت حسب يختلفوا نوعيه الحكام يعني في حكام بحبوا يشوفوا لاعب على الواقف، في حكام حسب ستيل يعني هو إذا بشوف واحد العياد على الأرض بيضيع وقت وهيك طنطاوي ومثل كانوا عم بيريحوا أكيد حيوقفوا الجيم ويقولوا أب ويرجعوا يشتغلوا فوق يرجعوا يشوفوا فايت حلو. هلا مبدئيا مارك عم بيعمل كنترول ومنوع الوضع، بحس إنه في فوت أجريسيف يخلص فايت في ضل منوع الوضع، بس أنا بشوفه إنه أفضل يفوت يأذيه لأنه صاروا إيديه كثير واطيين لهداك. كل ما عم بيكون عم بفوت مارك بوكسينج ولا شو ما كان عم بيسيب، ما بعرف صراحه انه هيدي الشغله بتصير بالفايتر. جورج مارك بعتقد ان اللعيبه الهاديين كثير بحبوا ياخذوا وقتهم كثير تكنيكال وكثير ذكي، فبعتقد هون حسب ما انا شايف المباراه انه عم بخطط لشيء. هلا ان شاء الله انه تكون التخطيط اللي عم بخطط له مثل ما انه براسه انه هي المضبوطه وعم بسمع للكوتشيه، هيدي اهم شغله انه يسمع، لانه اذا ما بتوصل مثل ما بقوله بالكوتش طبعا كثير حلو ما فيك تعمل فايت اكيد فهيدي شغله كثير مهمه كمان، فان شاء الله نفرجينا هيدي لنا ساعتين عم نحكي عنها. يمين كثير حلوه. هلا هيدي وحده يعني كنا عم نحكي عنها بعد وحده مثلها لكيف عم بياخد لك اذا بتطلع بالتنطاوي انه بده ايوه كمان شيك هوك كمان كثير حلو. هلا صار التنطاوي بده ياخذ بطل فيه يشتغل معه شيء فوق سبايد كثير حلو بينت اخذ الجريب اخذ دارت تشوك بده يبرم لورا هلا ورجع طلع منه طنطاوي تركها طلع ايديه ايما راسه بايديه. مارك هون عم بيحكي مع الكوتش تبعه يعني برد الاعصاب اللي عنده يعني بقلب الفايت لا عم بيقدر يحكي مع الكوتش ويقول له كل شيء تمام، فايدي اجمل شيء ممكن يعملها الفايتر انه يكون كثير رايق بيعمل باس لجارد بيو اوف مارك. في دمج على وجهه للاعب المصري كمان ازاي مارك؟ اكيد ضربات مارك كثير تقال، اذا يعني الاوزان ثقيله ضرباتهم كثير ثقيله صحيح، حتى لو ضربة خفيفة بتضلها كتيرة. هلا عم نقول كيتش كلها عم بتهز اسم الله هن وخلال الفايت تبعهم. نهاية راوند 2 كمان. حلو كتير كمان. هيدي كمان راوند 2 للمارك مثل ما فرجة كمان لعب حلو بوكس حلو، للصراحة فرجة هلا أحسن من راوند 1 كمان، وإن شاء الله يفرجينا راوند 3 اللي كنا متوقعينه، لأنه بكل صراحة أنا بشوف مارك براوند 3 لازم يخلص فايت. إن شاء الله. أنا صراحة بشوف مارك تانيوس He damaged the other fighter with his striking skills. مشان هيك he was desperate. راح على التيكداون. التيكداون تبعه ما كانت مدروسة بكومبينيشن. قدر يعمل سبول مارك تانيوس. نستفيد منه.
بعتقد كان مثل ما قلت تاك داون كان كثير ديسبرت كان بعتقد كان معور يعني لحتى جرب يعمل هذا التاك داون لان ما عمل له سيت اب بشيء فكان عم يفقد كثير مارك عم يتلقى التعليمات من الكوتش اسامة بنادى كوتش كارتر بس باور من فريق ايجيبشن توب تيم مش اول مره بيشاركوا معنا هاي ثاني ساعه بسيب بيشاركوا معنا هنشوف شو محضرين لنا بثاني جوله مارك مبين فريش اكثر من طنطاوي بالجوله الثالثه هذا دليل على تحضيره العالي للياقه البدنيه اللي عنده حلو كمان عم تشوف بيو لمارك راي عم يحضروا عن جد بمعنويات كثير هيك مرتاح برافو قديش عندهم رواق بالعائله يعني العائله كلهم هيك مبدئيا وكثير كثير لدرجه انه اوقات بقول له انه ما لازم تكون هالقد رايق بقلب الفايت انه لازم تكون اكثر شوي اجريسيف عنده هيدي الشغلة فيه يمكن لحسنات له قد ما رايق بيكون فوكس أكتر وبيربح فايتاته كل واحد عنده ستيل شيء كل واحد عنده لعب شيء عندك فخر الدين هون كان يفوت مشكل هلا روق كنت كثير عدائي بعدين تعلمنا نسيطر على الاعصاب حلو 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 يمين هزت طنطاوي بعتقد هون مارك كان لازم يكون هجومي أكتر شوي كان لازم يكفي لازم ينزل مارك شمال تحت يمين فوق يخلص الفايت مارك عم بشغل انسايد كيك عم بتكون كثير سكسسفول فيها هذا الشيء بخليه يعمل سيت اب للبانش السبعه انا بشوفها صراحه ايد اليمين قشطت كثير فهلا صار بدها راوند ليف صار بدها سويتش ليكس دغري راوند ليف هيك كروس فوق حلو هلا ليفت تمام كابا لو كيك جورج مارك عم بلاقي بيت لكل بانش وكل كيك عم بكبها تنطوي عم بكون كثير جامد محله تذكر له اياها من كل النواحي يعني بالجرابلينج بالسترايكينج بالموفمنت تبعه فما خلى الانجلز عم بيلعب عليها ما خلى له بلان يشتغل عليها فهيدي سكر الفايت ببرهن مارك انه احسن منه تقريبا بكل شيء بكل شيء مش تقريبا بكل شيء احسن منه انسايد كيك كمان لازم يبلش يعمل تشيكس تنطاول هدول الكيكس هلا لازم مارك مثل ما فات هيدي دبل جاب يلحقها اوفر هوك من ورا عم نسمع كوتش وسام ابو نادر عم بناديله للاوفر رايت هاند سكراب كثير حلو شو جت على اللاعب المصري مش معقول اسم الله يعني انه للصراحه هيك ضربات صايبين 100% مبين قد ايه جت انه بيلقط وبالنتيجه فايتر انه بس تكون فايتر تكون تلقى ضربات اكثر من غيرك كثير صلب اللاعب المصري لانه انت عم تتمرن على الضربات يعني انت بتقعد طول النهار عم تتمرن وتاكل ضربات فحيكون انت جسمك محضر لهول الشيء اللي عم بيصير فهلا مثل ما عم شوف مارك عم ببلش شوي انه يستنشق فيه ما لازم يفوت بايديه شمال يمين لاعب المصري عم بفرجينا فايتنج سبيريت حلو كثير يعني عم بفرجي انه انا بعدني موجود هون بس عارف حاله خسران اول جولتين عم جرب يعمل مستحيل تا يربح ثالث جوله هيدي شغله كثير مهمه كمان بقابل فايت تكون فيه الفايتر بالاوزان الثقيله ما فيك تستخف خصمك لانه ممكن يسبك باي ضربه نحن صراحه انا شايف كثير اوقات وخصوصا بالوزن العالي بيكون ربحان فايته فجأة بفوتوا كومبينيشن بوكسينج مع بعض الضربة الصايبة مزبوط برجع بتنزل تاني 100% فهيدي شغلة ما بنلعب فيها وما فيك تنزل ايديك 1% 1% لورا ما فيك تنزل ايديك بنشوف احمرار على اجر الطنطاوي من جوا اجره الشمال وبعتقد يعني بلش يعرج عليها تأثيرا من الضربات اللي عم بكبهم يعني مارك من انا بحس بعد بيخلص الفايت يعني عنده ريكفري شي شهر من وراها يعني هلا بقلب الفايت ما حيحس
برات الفايت لازم هيدا ريكفري ياخذها ضروري مثل ما شفت ليك هون كمان هيدا هيدا نايس هوك من مارك هيدا الجاب عم بيعمل كاونترين لكل شيء عم بيعمله طنطاوي هدت المباراة شوي هلا صار مارك عارف حاله ربحان فبقول لك ما في لزوم انا فوت اللاعب المصري لازم يعمل شيء ايه لازم يفرجي وجوده اللاعب المصري بما انه خسر اول جولتين لازم هلا بعد في عنده يمكن دقيقتين للمباراة فلازم يكب كل شيء عنده يعني وبركي اقل ولازم مارك هلا يرجع يفوكس عن جديد مثل ما بتشوف هون كوتشيت المصري عم بيقولوا له انه فوت فوت بس ما عم بفوت 10 ثواني للمباراه لازم يعمل شيء لاعب اكيد حيثبت حاله انه انا موجود هون بس انه 10 ثواني وعم نشوف مارك سيطر على المباراه كلياتها الطنطاوي بعتقد مارك سيطر عليه على الكيج وسيطر عليه نفسيا كمان مبروك هيدا حقك رجعت جبته مارك الف مبروك باختصار نتيجة الحكم بالأول جولة بينت هيدي وبينت أكثر بالتيك داون اللي جرب يعملها بالتاني جولة باختصار نتيجة الحكم أكيد هلا حكام رح يعلنوا الفايز مبدئيا مارك زي ما هو يتم إعلانه فايز لهالمباراة أكيد أنا اعطيت المباراة لمارك ربح ثلاث جولات بالنسبة لألي الفايت بعتقد حيكون 30-27 بعدين رح يكون عندنا اول بطل هيفي ويت على السي اف سي برافو الف مبروك لمارك دانيوس الف مبروك لمارك دانيوس الف مبروك للبنان جورج الليله بتتوج اول بطل للسي اف سي على الوزن الثقيل انا بكل صراحه توجنا اليوم مارك وزن الثقيل فلازم يتوج من زمان بغير منظمات ما انسمح له فرجع هيدي المنظمه اللي هي سي اف سي سيد الفضل التمبلتر ولعب على التايتل وجاب التايتل وان شاء الله يضل تايتل معه ويدافع عنه لا يوصل للحلم اللي بده اياه ويحقق كل شيء بده اياه اهم شيء عم ياخذ البيلت هون ذا نيو هيفي ويت تشامبيون مارك دانيوس مارك دانيوس يعني جاب من زمان ولا صار تايتل معه وصار عنده للصراحة كثير قصص يعملها زيادة التمرين لأنه هيدا التايتل بده يجوا عالم يتحدوا عليه فصار يطلع الخطورة عليه أصعب بكثير أكيد وقت اللي بتربح بطولة أو درع أو حزام هذا الشيء بكون حافز لك لتتمرن أكثر لأنه بصير الكل بده يلعب معك بما إنه أنت البطل أنت اللي مسيطر على المنظمة 100% هذا الشيء اللي بصير بس هذا المفروض يصير يعني كفايتر عم بيطلع وبده يفرجي حاله اكيد بفضل يلعب مع عالم اللي معهم حزامات ما يلعب مع عالم يمكن ضعاف بيقول لك انه انا بفضل اذا خسرت مع بطل هيدا الجرح ما خسرت مع واحد عيب انا هيدا النفسيه الفايتر هيدا النفسيه اللي بعرفهم صراحه اكيد فهيدا هو المضبوط يعني